بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده من الاردن. بس الحقيقه قبل ما ببدا بسمه امل، عايز اقول لكم ان في ايه قرانيه جميله جدا. الايه بتقول من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. يعني ايه الايه دي؟ اللي يشفع لبني ادم ويقف جنبه انسان في وقت زنقه ويقف جنبه يكن له نصيب منها. يعني ايه يكن له نصيب منها؟ لازم تلف الدنيا وحد يشفع لك وانت مزنوق في موقف صعب. فهمت الآية؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لازم هتاخد حتة منها طالما شفعت الإنسان. الحقيقة أنا كنت في مؤتمر في الأردن، والمؤتمر ده كان مؤتمر بيجمع مجموعة كبيرة من العلماء والقضاة وأنا موجود هناك في وسط المؤتمر. أول يوم وأنا داخل المؤتمر لقيت شاب أردني كده جي جري علي، أرجوك يا دكتور عمرو، أرجوك يا دكتور عمرو، أنا محتاج منك مساعدة وطلب، أرجوك. أنا اتخرجت من كلية شريعة وطلعت من الثلاثة الأوائل على الدفعة، وعميد الكلية مش راضي يعيني إلى الآن، أرجوك عميد الكلية معاكو في المؤتمر هنا، أرجوك تكلمه إن هو يعيني لأن ده حقي. فالحقيقة قلت له طب إن شاء الله ربنا يسهل، ودخلت المؤتمر. وأنا الحقيقة وأنا داخل المؤتمر بقول لنفسي يعني أنا معرفش عميد الكلية، وانا مش هطلب من عميد الكليه طلب، لان لو طلبت من عميد الكليه طلب ممكن يحرجني زي ما احنا كلنا بنعمل. يعني انا ايه اللي يخليني اتوسط لحد عند حد ما اعرفوش؟ لا ده اعرفه ولا ده اعرفه، ادخل نفسي ليه؟ مش احنا بنفكر بالطريقه دي؟ ودخلت المؤتمر وانا الحقيقه من جوايا ناوي ان انا مش هساعده. ودخلت وانا قاعد، وبعدين فجاه افتكرت الايه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. هتلف الايام يا عمرو، وانت اللي هتكون محتاج حد يشفع لك في موقف صعب ممكن يعمل معاك زي كده. كلام ربنا صح. وفجأة وانا ارجو المؤتمر بقيت اقول يا رب الاقيه تاني، اصلا ما اهتمتش حتى ان انا اخد تليفونه، يا رب الاقيه تاني، انا اللي محتاج له دلوقتي. خلصت المحاضرة الاولانية في المؤتمر وقمت طالع جري ببص لقيته في وشي. مين؟ الشاب. قلت له بقى اديني بقى اسمك، اديني البيانات. قال لي ايه ده حضرتك مهتم قوي. قلت له طبعا انا مهتم جدا، اديني البيانات اديني التفاصيل. وبعدين رحت سالته قلت له يا جماعه هو فين عميد كليه شريعه؟ انا ما اعرفش شكله. قالوا لي الراجل اللي واقف هناك ده. فرحت له قلت له حضرتك ممكن اكلم حضرتك كلمتين؟ قال لي اهلا وسهلا، طبعا اهلا، شرفتنا في الاردن. قلت له حضرتك انا شافع، انا ماليش علاقه بالموضوع اللي انا هكلمك فيه، بس انا واحد وسطني، وانا الحقيقه تاثرت بالايه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. الشاب ده طلع من الأوائل وما تعينش، ممكن حضرتك تقبل إن حضرتك تعينه؟ فهو قال لي أنا عارفه، هو يعني بس رخم شوية وسخيف شوية وغلس عليا وبيقعد طول النهار يلح، إن شاء الله هناخد بالنا. فأنا الحقيقة قلت طالما شفعت بقى أقف بجد. قلت له حضرتك طب ما حضرتك تطمني إن حضرتك هتخلص الموضوع؟ فبص لي كده وقال لي طب حاضر والله لا خلصه، اندهله. قلت له تعالى، قام جاي فقال له هتروح بكرة على فلان الفلاني، صدقني لو مش حقك مش هديهولك، يلا توكل على الله. فالولد قاعد يقول لي الله يخليك الله يبارك فيك. لا تتخيلوا الدعوات دي كانت نازلة على قلبي فرحة قد إيه، كأن اللي هو دعا بيه ده هو سعادة الدنيا والآخرة. يا جماعة جربوا الفكرة دي، لما يجيلك حد محتاج منك حاجة أول حاجة في دماغك وأنا مالي، لا ما تعملش كده، لا اشفع وساعد وقف جنبه وافرح بقول الله تبارك وتعالى. الآية الجميلة فعلا بسمة أمل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.